إذا محاضرتنا الثانية بالخوارزميات المقررة التشخيصية هي الخوارزميات القلبية، رح نحكي عن خوارزمية مقاربة الألم الصدري، خوارزمية مقاربة الخفقان، مقاربة تسرع القلب، بطء القلب، الوزمات، ارتفاع الضغط الشرياني والصدمة، ارتفاع الضغط الشرياني، مقاربة الغشية ومقاربة العرج، الأعراض الرئيسية في الأمراض القلبية. نبدأ مع هاي الحالة لمريض عمره 55 سنة بيعاني من ألم صدري مفاجئ مع تعرق يسوقه ارتفاع ضغط شرياني وبداني وهو مدخن شري. لديه عدة نوب من الألم العاصر من عدة سنوات، كان عم يعزيها هو للقلص المعدي المريء لكن بدأت يعني أسوأ مؤخرا. الحرارة طبيعية، النبض شوي متسرع 105، التنفس على الحد الأعلى، ضغطه 17 ولا 9، أكسجته كويسة. طبعا المريض وصل بعد 15 دقيقة من بدء الألم، كان مرتاح شوي وقت اللي وصل، باقي الفحص كان ضمن الطبيعي. هاي تخطيط القلب، شو هو التشخيص، شو هو العلاج. طبعا مثل ما انكم شايفين في عنده زحولات اس تي على المساري الجانبية والمساري السفلية ايضا، فعنده يعني علامات اسكيميا واضحة على تخطيط قلب كهربائي مع الألم الصدري الوصفي. كونه أول نوبة بتجي فهذا نعتبره خناق صدر غير مستقر، بده قبول في العناية. بالنسبة لخوارزمية مقاربة الألم الصدري، مثل ما بتعرفوا الألم الصدري يعني ما هو يعني فقط الإسكيميا، لازم نعرف إنه في عندنا كثير أسباب للألم الصدري، ممكن تكون قلبية ممكن تكون خارج قلبية. فأول ما بنشوف مريض ألم صدري لازم نقيم علاماته الحيوية عشان نشوف إذا كان المريض غير مستقر، نعمل مراقبة القلب، نفتح وريد نعطي أكسجين، ونأخذ قصة مفصلة مع فحص سري. إذا كان المريض من البداية غير مستقر من يعني بنعامله معاملة المريض الغير مستقر اللي هو عنده اضطراب نظم مثلا، ولا اللي عنده توقف قلب، أو اللي عنده اضطراب هيموديناميكي تغير معي اي بي سي ايروي بريسنج سيركوليشن، اذا في اضطراب نظم بنعالجه وبنكشف الاسباب المهدده للحياه. هدول غالبا بيكونوا غير مستقرين. اسباب الالم الصدري المهدده للحياه هن 6 اسباب لازم ننفيهم مباشره ونبلش معالجتهم باسرع وقت. متلازمة الاكليليتي حاده اللي هي بتتضمن خناق صدر غير مستقر واحتشاء العضله القلبيه سواء مع ارتفاع اس تي او بدون ارتفاع اس تي. تسلخ لابار الحاد لازم معالجته تكون سريعه والا بالجراحه والا ممكن المريض تؤدي الوفاة. صمة رئوية أيضا، الريح صدرية الضاغطة فورا مباشرة راح نعمل بزل، السطام التاموري والتهاب المنصف اللي ناجم غالبا عن تمزق المريض. الله، هذا إذا المريض غير مستقر فورا نحن نبلش نعالج هاي الأسباب المهدية للحياة. المريض المستقر نبلش على مهلنا تخطيط قلب وصوت صدر. يعني معظم مرضى الألم الصدري لازم نكشف يعني إما بالتخطيط أو صوت صدر. هلا راح نشوف شو بيفيدنا تخطيط قلب وصوت صدر. إذا ما لنا شاكين تسلخ أبر، كل مرضى الألم الصدري يعطون أسبرين. هاي قاعدة عامة بالنسبة للألم الصدري بشرط ما يكون عنده تسلخ أبر، لأنه لسببين تسلخ الأبر ممكن الأسبرين يزيد نسبة يعني الخطورة، خاصة إنه هدول مرضى التسلخ ممكن يكون عنده نزف مرافق مكان التسلخ، فممكن يعني يصير نزف شديد جدا على الأسبرين وراح يخضعوا لعمل جراحي. يعني بعد نفينا من القصة السرية من الفحص تسلخ الابر نعطي اسبرين، يعني ايش من كان من هدول الاسباب مهدده الحياه ما في مشكله فيهم. فبدنا نعمل تخطيط قلب وصوره الصدر. اول شيء تخطيط قلب، اذا تخطيط القلب عم بيقول انه هو متلازمه اكليليه حاده وما شاكين بتسلخ ابر، اما بيكون احتشاء مع ارتفاع قطاع اس تي او احتشاء بدون ارتفاع قطاع اس تي. اذا احتشاء مع ارتفاع قطاع اس تي هذا بده قسطره مباشره، نبعته على القسطره بعد يعني تجهيزه ومعرفة انه ايش انه القسطرة قريبة على المريض خلال 120 دقيقة خلال ساعتين. اذا كان نعرف انه مركز القسطرة قريب علينا نبعته على القسطرة، اذا ما كان قريب علينا فبنعطي حالات الخسرة بعدين نبعته على القسطرة. هذا بالنسبة للاحتشاء. بالنسبة للاحتشاء مع ارتفاع اس تي، احتشاء العضلة القلبية بدون ارتفاع قطاع اس تي نون ستيمي، هذا نقبله المشفى، نعطي مضادات تخثر، نعطي باقي الادويه مثل الاسبرين، كلوبيدوغريل، الهيبارين، وبنعمل استشاره قلبيه مشان يقيموا لنا انه بعد نعطي نعمل تروبونين طبعا مشان يقيموا لنا اذا بدنا نخرجه على البيت ولا ما نخرجه. هذا من تخطيط القلب.
عادة تخطيط اللي بيشرنا لمتلازمة كليئة حادة مثل الزحولات الاستي بالنون استيمي انقلابتي او باحتشاء بيكون ارتفاع استي او ممكن يكون ليفت باندل. طيب اذا كان التخطيط القلب ما بيشير لمتلازمة كليئة حادة، يعني طلع تخطيط القلب الاخير طبيعي، اذا طلع طبيعي هذا لا يعني انه بينفي متلازمة كليئة حادة، لكن هون نحن بنروح بنعمل صورة صدر. اذا كان صورة صدر مشخصة في 3 حالات بتشخص لنا اذا سبب الالم الصدري من خلال صورة صدر. واحد من الريح الصدرية مباشرة بندبر الريح الصدرية حسب حجمها، إذا كانت أقل من 2 سم ما في داعي للتفجير، بشرط ما تكون عرضية، ما تكون عندها زلة تنفسية، ما يكون عنده ريح صدرية ضاغطة. إذا عرضية مباشرة نلجأ للبزل والتفجير. الصورة الصدر الثانية المشخصة هي اللي فيها عرض بالمنصف، اتساع بقوس الأبهر، يعني بيكون عادة القصة مشيرة لتسلخ أبهر. نضبط الضغط الشرياني، لازم ضغطه يكون المريض تحت 12 ونبضه بالسبعينات 70 ل 80 مشان ما يزيد تسلخ، ممكن نعطي حاصر بيتا مثل لابيتالول. طبعا راح نطلب يعني اثبات للتشخيص، نطلب سي تي الانجيو او ام ار اي انجيو، يعني سي تي اي او ام ار اي مشان نطلب تصوير شريان الابهر وفروعه. طبعا نطلب ايكو قلب. من خلال صوت الصدر ممكن احيانا نشوف في عندنا ارتشاحات رئويه وعلامات توحي بقصور قلب، اللي احيانا بيجينا بتظاهر اول بالم صدري وزله تنفسيه، وزمه رئه، يعني بنعالج وزمه الرئه. اذا صوت الصدر غير مشخصه ونحن عندنا تخطيط قلب غير مشخص، يعني نحن الان صوت الصدر طبيعيه وتخطيط قلب طبيعي والمريض عنده الم صدري، اول شغله مثل ما قلنا تخطيط القلب الطبيعي لا ينفي الاكيوت كوروني سيندروم، فراح نعمل تروبونين. اذا تروبونين مرتين او 3 مرات بعد 6 ساعات بنطلبه الان وبعد 6 ساعات، ممكن احيانا نعيده اذا استمر الالم الصدري او نحن شاكين شك اقوى بنعيده. اذا كان تروبونين ايجابي الوسمات قلبيه ايجابيه فهذا بنقبله على اساس يعني يعني العوامل الخطوره، ونعطي المعالجات الخناقيه اللي حكيناها من شوي. اذا الوسمات القلبيه سلبيه يعني نبحث عن سبب اخر، وإذا كان المريض عنده خطورة فعلا يعني عالية بنقبله، لكن خطورته منخفضة يعني ما في عنده مثلا عوامل خطورة، عمره تحت 40 سنة، نبعته على البيت ونبلش يعني نبحث عن تشخيص بديل. الاحتمال الثاني للألم الصدري اللي يكون قلبي لكن هو يعني ما هو مشخص بصورة صدر أو تخطيط قلب هو التهاب التامور. التهاب التامور ممكن يعطينا يعني أعراض تخطيطية، وأحيانا ممكن يعطينا بدون أعراض تخطيطية، علامات تخطيطية، فهذا بسموه نون ستيمي بيريكارديتس، يعني التهاب تامور بدون ارتفاع اس تي، يعني نحن بنعرف انه بيرتفع فيه الاس تي، او ممكن يكون احيانا سطام تاموري. فهذا من القصه والفحص، احيانا بتخطيط قلب في عندنا مثلا بعض الامور ما بيكون فيها ارتفاع اس تي بس بيكون في عندنا شو زحول بي ار، نعمل ايكو قلب مشان نشخص سطام تاموري، او احيانا بفيدنا بتشخيص التهاب التامور ونبدا بمعالجه التهاب التامور او السطام التاموري. التشخيص الثالث اللي عم نشك فيه هو الصمه الرئويه، في سكور اسمه سكور ويلز لتقييم احتماليه الصمه الرئويه. اذا الاحتماليه مرتفعه هذا السكور بيكون مرتفع اكثر من 4 سكور ويلز، طلعوا على الكالكوليتر عليه لقوه، فلازم نثبت التشخيص. ممكن نعمل ايكو للاورده، يعني ايكو للاورده بالطرف السفلي، اذا في دي في تي خلاص يعني بنروح مع هذا، او نعمل سي تي انجيو تصوير اوعيه رئويه يعني مع يعني بروتوكول صمه رئويه، او في على كيو سكان. الحقيقه يعني بالحمل ممكن نطلب في على كيو سكان، اذا كان المريض ما يحسن بيتحرك ممكن نطلب ايكو وريدي وعلى اساسه نقيم ونبلش معالجه بمضادات التخثر. لكن لما تكون الاحتماليه متوسطه نحن ما لنا شاكين كثير، فما بنروح على يعني الوسائل التشخيصيه الراده مثل السي تي خاصه او البي ار كيو سكان، نعمل دي دايمر. اذا الدي دايمر عاليه مرتفعه فبنروح لازم ناكد التشخيص بالتصوير. اذا الدي دايمر سلبيه سلبيتها تنفي، يعني سلبيه الدي دايمر تنفي لكن ايجابيتها تؤكد. اذا بعد ما هيك يعني اخذنا فكره عن الجدول راح ارجع اعيده باختصار، مريضنا غير مستقر بنروح يعني من نقبله ونبلش بقى بنعالج اضطرابات النظم والاسباب المهدده للحياه. مريضنا مستقر بنعمل تخطيط وصوت صدر. تخطيط كشف لنا انه في احتشاء
سواء ارتفاع او استي او بدون ارتفاع استي بلشنا المعالجه. تخطيط مو مشخص، نطلب صوت صدر. صوت صدر ممكن تكشف لنا الريح والتسلخ ووزمه الرئه. ما طلع شيء على صوت الصدر بنرجع نطلب تروبونين ونقيم احتماليه الصدمه الرئويه، ونطلب ايكو للقلب عشان نقيس فورم التهوون. هي شويه صور صدريه مشان يعني نتعلم شو اسباب المرافقه مع التخطيط. هلا راح نشوف هون في عندنا كسر بالاضلاع، لاحظوا هذا سبب مهم احيانا للألم الصدري. هاي في عندنا ايش؟ في عندنا هون مثلث قاعدته بالمحيط، هاي بسموها حدبة هامبتون، بنشوفها بالصمة الرئوية، علامة شعاعية مهمة أحيانا. هون في عندنا إيش؟ ريح منصفية، لاحظوا هون في غاز حوالية المريء، هاي بنشوفها لما يكون في عندنا تمزق بالمريء. هذا أم دم أبهرية، لاحظوا توسع القوس الأبهر بشكل واضح، ممكن يكون تسلق، زيادة عرض في المنصف، أي ريح صدرية واضحة، أي ريح صدرية كتير كبيرة، هي بدها تفجير، لاحظوا أكثر من 2 سم عن مركز الرئة بغض النظر عن الأعراض. هاي كمان حدبة هامبتون، يعني مثلث قاعدته بالمحيط. هذا سي تي اي سي تي انجيو، طبقي محوري مع حقن مادة ظليلة. هذا الأبهر النازل، هذا الأبهر الصاعد، وهذا قوس الرئوي. اللي فيه أبيض هذا اللمعة الحقيقية، ترو لومين يعني اللمعة الحقيقية، أبيض يعني مادة ظليلة، البني هذا اللمعة الكاذبة، فبالتالي هذا التسلق. يعني منقسم الأبهر لقسمين، هذا القسم المتسلخ ما يعني ما تغذى بمادة ظليلة لأنه ما بتوصل له. أي صمة، نموذج صمة رئوية، هذا قوس الرئوي تمام، تفرع الرئوي، وهي الصمة الرئوية جواته. هذا تخطيط قلب كهربائي لاحتشاء عضلة قلبية جانبي وسفلي، لاحظوا عفوا هو احتشاء واسع هذا، ليد واحد و اف ال و في 5 و في 6، وعندنا ارتفاع من في 2 ل في 4 هذا امامي، وعندنا ارتفاع الليد 2 صراحة ما في ارتفاع فيها، لكن ليد 3 و او بي اف ما في ارتفاع، يعني زغلولات. هذا احتشاء امامي واسع، هذا ارتفاع اس تي على المسار السفلية، ليد 2 و3 و او بي اف مع علامة المرآة على الامامي، يعني ارتفاع اس تي احتشاء سفلي زائد علامة المرآة على الامامي، يعني غالبا بيكون في عندنا احتشاء خلفي، احتشاء خلفي. هذا ايضا علامة احتشاء، لاحظوا على الليد 2 والار بي اف، يكفي مسريين لنشخص الاحتشاء. بس هون في عندنا شغلة ملاحظة، انه الارتفاع اس تي ينظر للاعلى، ولاحظوا على جميع المساري في عندنا كمان علامة ثانية هي ذحول بي ار، لاحظوا البي ار شلون منخفضة، فهذا بسياق ايش؟ في سياق التهاب تامر. اذا العلامة هي مهمة، ذحول بي ار وارتفاع الاس تي الذي ينظر للاعلى، واللي دائما بحب انا دائما ارسم هالرسمه، لما تشوفوا هيك المنظر هذا ينظر للاعلى مع الوجه الضاحك، فننبسط انه هذا مريض التهاب تامر وليس احتشاء عضله قلبيه. هذا مظهر ثاني من مظاهر نقص الترويه، اللي هو نون ستي الفيشن ام اي، اللي هو انقلابات تي، لاحظوا بانقلاب تي على معظم المساري، بنشوفها يعني بنون اس تي الفيشن ام اي. الام اي بيكون الاس تي الفيشن ام اي بيكون ارتفاع اس تي، هون ما ارتفاع اس تي لكن في واضح في نقص الترويه، غالبا هون بيكون نون اس تي الفيشن ام اي، نطلب له تروبونين وعلى اساسه نقرر المعالجه. شو عندنا هون؟ هذا المريض عنده شك صمة رئوية، بالتخطيط لقينا اس واحد لا هذا ما هو عفوا، والله هو كيو 3 تي 3 بس ما في اس واحد، هذا ما هو يعني التخطيط لا غير شيء. هذا تخطيط ليفت باندل، حصار غصن ايسر واضح،
اللي ممكن نعمله معاملة احتشاء عضلية قلبية. هذا تخطيط رايت بندل، يكون ار ايجابية في واحد وار ايجابية على ار بي ار. حصار غصن ايمن كمان ممكن نعمله مثل اذني الارنب، ما يكون شايفين ممكن نعمله معاملة احتشاء عضلية قلبية، يعني هدول بيخفوا احتشاء عضلية قلبية. طيب ننتقل ل حالة جديدة، خوارزمية جديدة، مريضة 19 سنة بدون سوابق مرضية، راجعت العيادة عم تشكي من خفقان متقطع. طبعا أصيبت بأربع نوب الشهر الماضي، كل نوبة بدون 5 دقائق تقريبا. أثناء النوبة ما تشعر المريضة بالغشية ولا تشعر بالتعرق ولا ألم الصدر، بين النواب كانت طبيعية، علامات الحيوية طبيعية عدا وجودها للتسرع، طبعا عدا هذا الرقم. الضغط كان طبيعي، الأكسجين طبيعية، ما في حاليا ما بتشكو من أي أعراض. هي أثناء النوبة هيك طلع عند هذا التخطيط. شو نقارب هذا الخفقان؟ تعالوا نشوف الخوارزمية. طبعا الخفقان ممكن يكون أحيانا شغلته بسيطة، ممكن أحيانا يخفي وراءه يعني مرض خطير جدا. أول شغلة نتأكد منها بأي خفقان علامات الحيوية، إذا علامات الحيوية في اضطراب فيها مع اضطراب نظم تسرعي، عنده مثلا علامات اضطراب هيموديناميكي سواء انخفاض ضغط، صدمة، غياب عن الوعي، ألم صدري، وزمة رئة، هي كلها علامات يعني عدم استقرار. في حال وجود أي اضطراب نظم تسرعي مع عدم استقرار ننقله بالنظم يعني بالطريقة اللي راح نشوفها بعد شوي. طبعا المستقر عم نعمل له تخطيط قلب كهربائي، ممكن يكون تخطيط طبيعي، ممكن يكون المريض عم يشعر بخفقان، ممكن يكون نفسي، او ممكن يكون ايش بوقت اللي اجانا يكون طبيعي، لكن عم تجي هو نواب، فممكن نعمل له مراقبه بالهولتر 24 ساعه. اذا في محرضات يعني واضحه غير قلبيه اللي بتسبب لنا تسرع قلب جيبي بنعالجها، مثلا عندنا فرط نشاط ضرف ترافق مع خفقان، تسرع قلب، نقص سكر، اضطرابات بعض الشوارد، ممكن تعملنا ادويه ممكن تسرع القلب، مثلا الفنتولين شائع جدا انه يمنع تسرع القلب، احيانا نيفيدبين ايقاف حاصلات بتا احيانا بسبب انه يكون سبب نفسي. اذا هدول المحرضات لازم نوقفهم. احيانا يكون السبب صراحه تسرع الجي بي هو عباره عن زياده تناول منبهات مثل مثلا قهوه، شاي الى اخره. التسرع القلب تخطيط القلب غير طبيعي ممكن يكون في سياق متلازمات يعني مشهورة مثل أول باركنسون وايت، مثل متلازمة بروجادا، هذول كلهم بيعملوا اضطرابات نظم بطينية أو خوارج الانقباض، أو ممكن يكون تسرع قلب. ممكن نصنفه ضيق المركب وعريض المركب. هلا ضيق المركب يعني كيو ار اس ضيق، لكن التسرع منتظم، هذا نشوف تسرع القلب الجيبي الاس في تي مثل هذا اللي عم نشوفه. تسرع الاس في تي بيكون تسرع منتظم بدون موجات بي، هذا الاس في تي. ممكن نشوف فلتر مثل اسنان المنشار، التخطيط اللي تحته مباشره. هلا ما بيكون غير منتظم، هون عندنا الاف ما في بي ولكن غير منتظم، لاحظوا عدم الانتظام. ممكن يكون المات ايضا بيكون غير منتظم. شلون بنميزه المات؟ المات بيكون مالتي اثريال تاكيكارديا، تسرع قلب اذيني متعدد البؤر، يعني تشوفوا هاي البي غير هاي البي غير هاي البي، لاحظوا كل بي شكلها شكل مختلف عن الثاني وعدم انتظام، فهي بنشوفها بالشكل ضيق مركب غير منتظم. لما بنحكي عريض المركب اذا كان منتظم نشوف الفي تي، هذا وحيد الشكل، الفي تي وحيد الشكل. غير منتظم في اف، لاحظوا شلون بيكون غير منتظم الفي اف. الفي اف غالبا بيكون غير مستقر، يعني انتبهوا هاي من البدايه لازم نقلب النظم. ممكن يجينا المريض عريض المركب ومنتظم، وعريض المركب وغير منتظم، يعني نفسه الاس في تي ممكن يجينا يكون عريض المركب، هذا بسموه مع ابيرنسي يعني مع ال والاي اف رجفان اذيني، ممكن يجي كمان عريض المركب، هون نشوفه عريض مركب وغير منتظم لكنه ما هو في تي، هون اي اف، هاي بيكون غالبا عنده سبيل اضافي، ممكن يكون عندهم سبيل اضافي مثل الوارف فرانكنسون وايت. مريضة 17 سنة بدون سوابق مرضية، راجعت الإسعاف عم تشكي من خفقان، نبضة 150، عملنا لها تخطيط قلب كهربائي كان هذا هو.
بعد ما اعطيناها دواء معين تحسنت، وهذا طلع تخطيطها بعد الدواء. شو التشخيص؟ تماما، هذا اس في تي اول واحد، شوفه منتظم، لاحظوا منتظم وسريع. فهذا اس في تي، لما خططنا طلع في عندنا البي ار، قصر بي ار وموجة دلتا. هاي الموجة شايفينها هاي الصغيرة كثير، هاي هي موجة دلتا. فقصر بي ار مع موجة دلتا هذا وولف باركنسون وايت سبيل اضافي. هذا انتبهوا لما بتشكوا فيه عن مريضة انثى شابة، يعني هذا الشك غالبا ما بنحسن احيانا كثير نشك فيه لأول مرة، خاصة إذا كان ضيق مركب. لما يكون عريض مركب حطوا بذهنكم إنه هذا هو غالبا سبيل إضافي، هذا اس في تي. بالنسبة لتسرعات القلب، عادة نقيم الحالة السريرية للمريض، نحدد السبب الكامن وراء التسرع. دائما لازم يكون مجرى الهواء سالك، خاصة عند المرضى يعني اللي غير مستقرين. نعطي اكسجين اذا في نقص اكسجين، نعمل مراقبه للقلب، لانه ما بنعرف حتى للمريض الاس في تي ولا الاي اف ولا الفي تي ممكن مباشره يوقف قلبه يعني. فلازم يكون في مراقبه قلبيه، نحطه على المونيتور، نراقب ضغطه واكسجته ونفتح طريق الوريدي. اذا كان عم يسبب لنا اضطراب النظم المستمر، اي علامه من علامات عدم الاستقرار مثل انخفاض ضغط، صدمه، تغير حاله عقليه، والم صدري او وزمه رئه، فبدنا نقلب النظم. قلب النظم بيعتمد على الحالة، إذا كان تسرع بطيني مشخص بنبدأ ب 200 جول، إذا كان رجفان أذيني 120 ل 200 جول. التسرع فوق البطين الاشتدادي اس في تي والرفرفة الأذينية 50 ل 100 جول. إذا كان المركب ضيق ومنتظم، يعني الحالة اللي هي اس في تي أو رفرفة، يكون ضيق ومنتظم عادة، هذا بنعطي الأدينوزين ممكن يفيدنا بهي الحالة. إذا كان ما في عندنا علامات اضطرابات نظم، يعني المريض مستقر، بنشوف كيو ار اس عريض ولا ضيق. إذا الكيو ار اس عريض ويعني عندنا اضطراب نظم، ممكن نعطي الأدينوزين بس يكون منتظم، يعني بيكون منتظم يعني اس في تي لكن عريض مركب، ممكن نعطي هون الأدينوزين. إذا المركب عريض ويعني غير منتظم، او مركب عريض ومنتظم متعدد الاشكال، ممكن نعطي مضادات اضطراب النظم الوريديه، طبعا بشرط انه يكون مستقر المريض. هلا نشوف شو هن المضادات اضطراب النظم الوريديه مثل البروكاين اميد والاميو دارون. هلا اذا كان مركب ضيق والمريض مستقر، فهذا غالبا اس في تي، بنعمل مناورات مبهميه بشرط يكون منتظم. الأدينوزين إذا كان منتظم، لأنه إذا كان غير منتظم ما بصير نعطي أدينوزين. حاصلات بيتا وحاصلات قنوات كيلس ممكن نعطيهم بديل عن الأدينوزين. طبعا في بعض الحالات إذا عند المريض، يعني على سواء على الصدمات أو عند على الأدوية اللي عم نعطيها، ممكن نزيد كمية الجول. يعني مثلا كنا بلشنا ب 50 بالرفرفة أو الإس في تي، بنعطي 100 جول، بلشنا ب 120 بنعطي 200 جول مثلا المحاولة القادمة، أو نضيف مضادات اضطراب النظم الوريدية. هلا قلنا إنه ممكن نستخدم حاصلات بيتا، ممكن نستخدم فيرابامين، أدينوزين، أي بالاضطرابات النظم خاصة المنتظمة والعريض ضيقة المركب. في الاضطرابات النظم العريضة المركب المستقرة طبعا والغير مستقرة، ممكن نعطي بروكاين أميد، خاصة إذا في وولف باركنسون وايت، يعني هي الحالة الوحيدة اللي فيها وولف باركنسون وايت نعطي فيها بروكاين أميد. الأميودارون أيضا ممكن نستخدمه بحالات مثلا مثل تسرع قلب عريض المركب، الفي تي مثلا ممكن نستخدمه إذا كان مستقر. بالنسبة إلى حالة بطء القلب، لازم نعرف كمان شلون نعالجه. حكينا بتسرع قلب، نحكي بتواضع القلب. بعد ما ناخذ قصه وفحص سريري، نتاكد من اسباب قابله للعكس. مثلا احتشاء العضله القلبيه ممكن احيانا يعني نعكسه لبطء القلب، لانه ممكن باعاده الترويه تعود ترويه العقد الاذينيه البطينيه.
والعقد الجيبية، فبتحسن البطء القلب. مثلا إذا المريض عم يعمل تمارين رياضية ممكن يصير عنده بطء قلب، الرياضيين بشكل عام عندهم بطء بالقلب. أيضا العمليات الجراحية القلبية، اضطرابات الشوارد مثل ارتفاع البوتاسيوم، انخفاض البوتاسيوم، نقص السكر، كلها بتعمل بطء قلب. انخفاض حرارة الجسم سواء بعوامل بيئية مثلا الجو هو بارد، قصور الدرق، صدمة، نقص الحجم، الحموضات، نقص الأكسجين، كلها هي بدها تصحيح. يعني بعض الإمتحانات ممكن تعمل بطء قلب، الحمى التيفية بسموها هي، يعني بيكون عندها الحرارة مرتفعة وفي بطء قلب، بسموه بطء قلب النسبي، أو جيلان باري. بعض الأدوية مثل الكوكايين ممكن تعمل بطء قلب، المركبات الفوسفات العضوية، البيضات الحشرية، التسممات الدوائية. طيب إذا الأعراض يعني خفيفة ما في داعي لعلاج بطء القلب، إذا الأعراض واضحة نبلش بالأتروبين. أتروبين مصله 1 ملي جرام، بنكرره كل 3 ل 5 دقائق، الجرعة القصوى 3 ملي جرام. هاي كثير مهمة تحفظوها، لأنه بعد ال 3 ملي جرام بيدخل المريض بتسمم الأتروبين، بنكون ببطء قلب، بنصير تسمم الأتروبين وأعراضه كثير يعني مزعجة. إذا أكثر من 3 ملي جرام ما بنحسن، إذا بلشنا بجرعة نص ملي جرام يعني 6 جرعات، إذا بلشنا بجرعة 1 ملي جرام 3 جرعات، لحديت ما يتحسن المريض كل 3 ل 5 دقائق. التسممات الدوائية، إذا كنا شاكين تسمم دوائي مثل حاصلات بيتا أو كلس وديجوكسين، في لها أنتيدوت. حاصلات كلس بنعطيها كلوريد كالسيوم، حاصلات بيتا جلوكاجون، والديجوكسين نعطي الديجوكسين فاب، الفاب اللي هو يعني بيخلق الديجوكسين. طبعا بالحاصلات كلس حاصلات بيتا ممكن نستخدم الأنسولين بجرعات عالية، أنسولين مريض بجرعات عالية ممكن توصل لواحد وحدة على الكيلو. في حال استمرت الأعراض سواء تسممات دوائية أو بعد إعطاء الأتروبين، كانت يعني ظلت الأعراض الشديدة والحالة الهيموديناميكية غير مستقرة، فممكن نلجأ لنظم الخطط لعلاج أي بطء قلب. في حال الأعراض تحسنت يعني وكان عندنا احتشاء عضلي قلبية مع حصار، ممكن نعطي الأمينوفيلين، هاي لعلاج بس البطء القلب الناجم عن احتشاء عضلي قلبية. إذا ما كان بطء القلب ناجم عن احتشاء عضلي قلبية، ممكن نعطي بعض المقلدات بيتا اللي ممكن تزيد لنا النبض مثل الادرينالين، اللي هي الدوائر القلبيه نفسها، الادرينالين والدوبامين وايزو بريتينول. اذا استمرت الاعراض رغم اعطاء الدواعم واعطاء الاتروبين، بنروح على ناظم الخطه. انتقل لحاله جديده وخوارزميه جديده، مريض 33 26 سنه، طالب جامعي بدون سوابق مرضيه، راجع طبيبه العام لاجل امتحان تنفسي قلبي. بالصدفه طلع ضغطه 160 على 93، يعني طلع ضغطه عالي، وعادوا له الضغط مره ثانيه ضل كمان عالي، ضل 158 على 90. طبعا المريض بدون اعراض، لكن انه بالصدفه يعني كان عم يراجع الى شغله بسيطه، وبي ام اي عنده طبيعي. اذا ضغطه لما راجعنا علاماته الحيويه كلها طبيعيه، ضغطه كان 16 على 9، فحصه طبيعي وما بيشكو من اي اعراض. شو بدنا نقارب هذا ارتفاع الضغط؟ هل هو اساسي ام ثانوي؟ امتى بنشك بالاساسي؟ امتى بنشك بالثانوي؟ هل هو ارتفاع ضغط شديد؟ ام ارتفاع ضغط خفيف؟ هل هو درجة أولى أم درجة ثانية؟ هل انتم مع الطبيب اللي قاس له ضغطه؟ هل لازم نقيس له ضغطه هذا المريض اصلا؟ امتى بنقيس الضغط للمرضى؟ طيب اسئله مهمه لازم نجاوب عليها. اول شيء المريض، اي مريض بيدخل عندنا على المشفى لازم نقيس له ضغطه، يعني دخل على المشفى باي سبب كان لازم نقيس له ضغطه. عاده يعني اذا بنعمل بشكل روتيني بعد 30 سنه، الا اذا المريض ما عنده من قبل ال 30 عنده مرض قلبي، عنده سكر، عنده مرض كلوي، مرض يستدعي القبول في المشفى، فلازم نقيس له ضغطه. اي مريض بيدخل المشفى لازم نقيس له ضغطه بشكل روتيني فوق 30 سنه. مريض ما دخل على المشفى مثلا، دخل على العياده لياخذ علاج للامتحان التنفسي، فقاسوا له ضغطه. الضغط ممكن نصنفه لاساسي وثانوي، ممكن نصنفه حسب الدرجات. هلا راح نشوف حسب الدرجات. اول شيء البرايمري الاساسي هو 90% من الحالات، عاده بيكون في قصه عائليه، بيكون عنده المريض عوامل خطوره. الثانوي امتى بنشك فيه؟ بنشك بارتفاع الضغط الثانوي لما بيكون في عندنا المريض شاب،
يعني المريض الشاب اللي عمره تحت ال 40 سنه، حتى المريض الفتيار اللي عمره فوق ال 65 سنه، يعني وصل لعمر 65 سنه وما عنده ضغط، واجاه ضغط بشكل متاخر كثير، هذا بنفكر بالاسباب الثانويه. كمان المريض اللي عنده ارتفاع ضغط خبيث، يعني كلمه ارتفاع ضغط خبيث يعني هو من البدايه صار عنده وزمة حلين عصب بصري، صار عنده أزيد أعضاء هدف، يعني انصابت الكلية مثلا، أو انصاب مثلا عنده دماغ، أو انصاب الكلية، أو أن العين صار اعتلال شبكية. إذا الأسباب الثانوية مشك فيها، إذا في ارتفاع ضغط خبيث، إذا في ارتفاع ضغط متسارع. ارتفاع الضغط المتسارع اللي هو بيكون المريض يعني مثلا ضغطه 14 15 14 15 16، مع السنة صار ضغطه 20، يعني بشكل مفاجئ صار عنده ارتفاع ضغط. المرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط معند، يعني مثلا المعند تعريفا هو بياخذ 3 أدوية وما استفاد على 3 أدوية من بيناتها مدر، فهذا ارتفاع الضغط معند بيستدعي المشك بالأسباب الثانوية. شو بنصنف الأسباب الثانوية؟ طبعا لا نكشف الأسباب الثانوية ممكن نعمل تحاليل بسيطة نكشفها، مثل وظائف كلية، والله بنشوف مثلا ممكن بعض الشوارد، يعني وظائف كلية تتضمن دائما، يعني إذا حكينا دائما بالوظائف كلية، الكرياتينين، اليوريا، وتحليل البول والشوارد، بوتاسيوم خاصة، وبالفحص السريري. طبعا في عندنا هيك 4 شغلات ممكن نصنف فيها ارتفاع الضغط الثانوي، في عدة يعني أشكال للتصنيف، هذا يعني بشكل بسيط. إذا كان في عندنا ارتفاع كرياتينين فعندنا قصور كلية مزمن، أحد الأسباب المهمة، متلازمة نفروزية ممكن نشوفها بروتين البول، أو تضيق شريان الكلوي. ممكن أحيانا تجي القصة كالتالي، إنه مريض عندنا عنده ضغط، أعطيناه اس انهبيتور كابتوبريل مثلا، فتطور عنده قصور كلوي. هذا إذا تطور عنده الكرياتينين 30%، يعني فوق 30% من القيمة الطبيعية عنده، مثلا كان المريض عنده الكرياتين 1 صار 1.3، فطلع 30%، فمنشك بتضيق شريان الكلوي خاصة ثنائي الجانب. إذا كان في عندنا اضطراب بالشوائد، خاصة ارتفاع البوتاسيوم، أو عفوا نقص البوتاسيوم، فمنشك بفرط الألدوسترونية داء كون. إذا كان المريض بيعاني من بدانة أو زيادة وزن، هاي أشياء سبب من أسباب فرط ضغط ثانوي بأمريكا، هو توقف تنفس أثناء النوم، الأوزا، Obstructive Sleep Apnea. الحمل يعني نعتبر هي زيادة وزن فمن الأسباب المهمة. تنازل كوشينج بيترافق مع زيادة وزن، بالفحص السريري تبين معنا. قصور الدرق أيضا ممكن يعني بالفحص السريري، وأحيانا نطلب TSH، ضخامة النهايات تكون واضحة جدا بالفحص السريري. أسباب أخرى مثل تضيق شريان كلوي ما ضروري ارتفاع الكرياتين، ممكن نكشفه يعني ونحن عم نتحرى عنه بالايكو دوبلر. ورم القواتم بالاعراض السريريه بتكون واضحه، ممكن احيانا نلجا للطبق الى الكظر. تضيق برزخ الابهار ممكن نشك فيه باختلاف الضغط بين الطرفين، تاخر النبض الكعبري الفخذي، وفي علامة بصوت الصدر ممكن نشوف بعض العلامات. فرط نشاط الدرق بتكون اعراضه واضحه. فرط جارات الدرق احيانا نضطر نطلب تحليل كالسيوم، وفي بعض الادويه مثل الاو سي بي، مانعات الحمل الفموية، مضادات الاحتقان، كورتيزون، انسيتس، كلهم بيرفعوا الضغط، لازم نتحرى عنه. هاي علامة من علامات تضيق برزخ الأبهر على صوت الصدر، بسموه علامة الثلاثة، رقم ثلاثة، الأبهر هيك بيكون له علامة ثلاثة، تضيق برزخ الأبهر. في عنا شيء اسمه نوتشينج، بنلاقي هيك نتيجة النقص التروية اللي من الشرايين الوربية المتغذية من الأبهر، يعني بنشوف هيك على أسفل الأضلاع مثل في يعني هيك غؤور صغير، بسموه النوتشينج، هون مثل ما تكون شايفينها كمان، هاي بنشوفها تضيق برزخ الأبهر. هذا السي تي اي انجيو، لاحظوا شلون متضيق هون برزخ الابهر بعد القوس، يعني ليش؟ لذلك هون بنشوف كل شيء قبل
الشريان بيكون ضغطه ايش؟ جيد. كل شيء بعد التضيق مثل خبر بيكون ضغطه مرتفع، فبنشوف اختلاف بالضغط بين اليمين وبين اليسار وبين الطرف العلوي والطرف السفلي. هذا تضيق شريان كلوي، لاحظوا واضح جدا باليسار، ولاحظوا الكلية شلون ضامرة هون. بالنسبة لقراءة الضغط الدموي في العيادة، إذا كان القراءة الأولى الضغط مرتفعة فوق ال 140 على 90، لازم نعيد قياس الضغط يعني على الفور. إذا كانت لا تزال مرتفعة ممكن نعيدها بعد ما يجلس المريض 30 دقيقة، يوقف مثلا، يكون مثلا كان تعبان، مجهد، مدخن، شربان قهوة، كله لازم يرتاح 30 دقيقة بنرجع نعيده. يعني لازم نأكد قراءة الضغط مرة ثانية، وعادة نحن نطلبها بيد محترفة يعني تكون قياس الضغط. إذا طلع الضغط أقل من 140 على 90 يعني طبيعي، هذا بنطلب منه يغير نمط حياته وكل سنتين يعيد مراقبة الضغط أو عند الحاجة. يعني إذا دخل المشفى لأي شيء ثاني بنرجع نعزله قياس الضغط. إذا كان عنده ارتفاع ضغط ممكن نصنفه لدرجتين نحن هون، لكن بشكل عام يعني حاليا 140 على 90 فما فوق، لحديت ال 179 انقباضي و109 انبساطي، هذا بسموه ارتفاع ضغط. ممكن نبلش بتغيير نمط حياة ودواء واحد أو دوائين، يعني لحديت ال 160 ممكن نبدأ بدواء واحد خاصة عند الكبار بالعمر، فوق ال 160 لازم نبدأ بدوائين مباشرة. لو يكون ضغط 180 على 110 فما فوق، هذا بسموه ارتفاع ضغط شديد، ممكن نصنفه لارتفاع ضغط إلحاحي أو إسعافي. شو بنصنفهم؟ إذا في أزيد أعضاء هدف بنسميه إسعافي، يعني لذلك لازم نطلب كرياتين، نطلب صورة صدر، نطلب تخطيط قلب، نعمل تنظير قاع عين، ونعمل وظائف كلية. إذا كان في أو كان فحص عصبي بنفحص، كان عند المريض ستروك أو اعتلال شبكية أو قصور كلوي أو وزمة رئة أو قصور أو يعني احتشاء عضلية قلبية، هذا بسموه ارتفاع ضغط إسعافي، لازم نقبله المريض المشفى، نخفض له ضغطه بشكل عاجل خلال ساعتين 25% بالأدوية الوريدية. ارتفاع الضغط الإلحاحي نقول له ضغطك عالي لكن ممكن نبعتك على البيت، يعني نبعته على البيت بس نعطيه دواء، يعني لازم نخفض له ضغطه خلال 24 ساعة، هذا ما بيكون في عنده أزيد أعضاء. فهذا بالنسبة لتصنيف الضغط. مريض 56 سنة سوابق سكري، راجع إسعاف من أجل ألم بطني، حرقة بولية، ترفع حروري، تم تشخيصه بإنتان بولي. بالاستقصاءات كان حرارته عالية، تنفسه سريع، نبضه سريع، والضغط كان نزل، كان ضغطه 70 على 60 واكسجته بلشت تنزل. طبعا عنده مضاد بطني معمم، كان رج قطني ايجابي، هذا عنده انخفاض ضغط. شو مقارب انخفاض الضغط هذا؟ طبعا لما بيكون في عندنا صدمه لازم نثبت هي الصدمه من خلال الضغط الوسطي. الضغط الوسطي هو ثلث الضغط الانقباضي زائد ثلثين الانبساطي. إذا كان أقل من 65 الضغط الوسطي، وجود نقص تروي للأعضاء الانتهائية مثل مثلا بلش يتغير الوعي عنده، بلش يشح البول، الأطراف باردة، لاكتات فوق 2، لاكتات يعني بتدلنا إنه في نقص تروي للأنسجة، هي كلها علامات وجود صدمة. طبعا نطلب استقصاءات عامة عشان نبين التشخيص إذا واضح ولا لا. الأداء الدموي كامل، مثلا المريض عنده فقر دم شديد، عم ينزف، اضطرابات وظائف كبد او الكليه، تحاليل تخثر مشان نشوف اذا في عندنا تاثير للدي اي سي، تطاول بيتا وبيت كي، صوت صدر مشان نشوف اذا في انتان صدري، تخطيط قلب مشان نشوف اذا في سبب قلبي، زرع دم مشان ننفي وجود انتان او زرع اي سائل موجود. يعني مثلا المريض عم يسال ناخذ له زرع قشعه، تحليل البول المشكله فيه ناخذ زرع بول، غازات دم ولاكتات. طبعا اذا التشخيص واضح خلاص رحنا على تشخيص واضح، اذا التشخيص ما واضح بنرجع نطلب استقصاءات اكثر، نطلب ايكو قلب، طبقي محوري للدماغ والنخاع الشوكي، طبقي محوري مع حقن للصدر. طبعا تصنيف الصدمه في الى 4 انواع من الصدمات: الصدمه التوزيعيه، القلبيه، الانسدادية، ونقص الحجم. الصدمه التوزيعيه اسبابها الانتان الدموي سيبسز، مثل هذا مريضنا عنده كان التهاب في الكليه، التاف صدمه تاقيه، مثلا المريض اخذ دواء تحسس، قصور الكظر اديسون، يعني ردود الدماغ والنخاع الشوكي ممكن تعمل لنا صدمه توزيعيه، والسموم الدوائيه. طبعا تدبير الصدمه التوزيعيه نعطي سوائل، نعطي صادات حيويه باسرع وقت، بلش دواء قليل، ممكن نعطي هيدروكورتيزون. اذا كان في السبب سم
لازم نعطي الترياق النوعي حسب نوع الصدمة. الصدمة القلبية أسبابها ممكن احتشاء عضلة قلبية أو قصور قلب أو مرض صمامي شديد مفاجئ، التهاب عضلة قلبية أو اضطرابات نظم ممكن تعملنا الصدمة. لذلك لازم دائما نقلب اضطراب النظم المهدد للحياة المرافق للصدمة. تدبير، إذا كان احتشاء نعطي حالات خسرة بالصدمة القلبية الناجمة عن قصور قلب نعطي الدواعم القلبية مثل النور أدرينالين. ممكن نعمل قسطرة قلبية بالاحتشاء، ممكن نحطه إذا المريض عند ممكن نحطه على الدواعم، ممكن نحطه على مضخة البالون داخل الأبهة. الصدمة الانسدادية يعني هي شيء عم بيسد لنا مخرج البطين اللي بيضغط على القلب عادة، مثل الصدمة الرئوية الماسيف الكتلية، ارتفاع التوتر الرئوي، ريح صدرية ضاغطة، السطام التاموري وليس الانصباب التاموري، السطام التاموري، متلازمة الحجرات البطنية. أحيانا بيصير في عندنا حبل شديد جدا ناجم عن نزف داخل البطن مثلا، فبيعمل لنا صدمة انسدادية أحيانا. الأوتوبيب أيضا هذا يعني بنشوفه على المنفسة أحيانا بيؤدي لنا لصدمة انسدادية، يعني بينتفخ الأسناق بتنتفخ بدرجة كبيرة فبتضغط أيضا على القلب. إذا الصدمة رئوية مع صدمة لازم نعطي مضادات التخثر وحالات الكسرة. الريح الصدرية ممكن نعمل تفجير صدر، سلطان تاموري ممكن نعمل بزل للتامور. بالنسبة لصدمة نقص حجم بأسبابها سواء نزف دموي من الرضوض أو من غير الرضوض، نزف هضمي، ضياع الحيز السادس مثل الحروق، استجفاف شديد ناجم عن الإسهالات والأوبئات، استخدام مدرات أحيانا بشكل هجومي بيؤدي لنا صدمة نقص حجم، بينشف المريض طول. فهدول بدهم عادة نقل دم إذا كان في نزف، سواء الوريدية، وإذا كان في نزف واضح لازم نوقفه، مثلا نفتح البطن، نفجر الصدر، بنعمل تنظير هضمي ونوقف النزف. حالة جديدة وخوارزمية جديدة، مريض 33 سنة بدون سوابق، راجع إسعاف لأجل تورم بالطرف السفلي الأيمن. من يومين هذا التورم بعد ما رجع من رحلة بالطيران، مريضة طبعا هي، وهي بتاخذ حبوب منع حمل. نبضة متسرع، ضغطه طبيعي، بعد مرات تنفس الحد الأعلى. الفحص كان في تورم بالربلة، مضت فيها كان قطر الربلة حوالي 40 سم اليمنى مقابل قطر الربلة اليسرى الطبيعية 33 سم، يعني في عندنا توزن. شو بدنا نقارب هذا تورم الطرف السفلي. بالنسبة لتورمات الأطراف السفلية، إذا كان أحادي الجانب وإذا كان ثنائي الجانب. الأحادي الجانب إذا كان الحاد ومؤلم بنشك بالدي في تي سيلولايتس، ممكن سبب مفصلي يكون مثلا تمزق كيس بيكر. يعني عادة نطلب إيكو دوبلر بهي الحالات، وإيكو دوبلر بيكون إيجابي بالدي في تي يعني بالخسار الوريدي العميق. إذا كان هذا التورم مزمن وما بيألم المريض، هذا غالبا قصور وريدي مزمن، يعني ما في داعي لنطلب اي استقصاء، معروف يكون عنده دوالي المريض. وبالوزمات اللمفاويه ايضا بتكون التورم غير مؤلم، بنشوف الوزمه اللمفاويه مثلا بالطرف العلوي احيانا بسرطان الثدي، بالطرف السفلي مثلا اذا في عندنا ورم مرافق او رضوض مثلا بنلاقي في عنده وزمات. قصور وريدي بنشوفه مثلا اذا واحد عمل مثلا عمليه كبج مجازات اكليليه بيستخدموا الوريد الصافي، احيانا بصير عندهم قصور وريدي ايضا. إذا كانت الوزمة ثنائية الجانب بنصنفها حسب الجوجلر فينوس بريشر، الضغط الوداجي، ضغط الوريد الوداجي أو بسموه الضغط المركزي. إذا كان الضغط الوريدي المركزي مرتفع نطلب صوت صدر وإيكو قلب عشان نميز هل هو الحالة بسياق قصور قلب، يكون عادة صوت صدر واضحة، إيكو قلب واضح، قلب الرئوي أو التهاب تامور العاصر يميز عنا على إيكو القلب. بيعمل وزمات وبالتالي يكون الضغط الوريدي المركزي مرتفع وقصور الكلية أيضا. إذا كان الضغط الوريدي المركزي طبيعي معناتها المشكلة ما هي قلبية، مشكلة إما يعني خارج القلب، ممكن تكون كبدية، ممكن تكون كلوية أيضا بدون وزمة رئة يعني بدون ارتفاع جي بي في، أو ممكن تكون هضمية، أو أحيانا ممكن تكون أعصاب الغدد أو بعض الأدوية. إذا النورمال جي بي بي من لازم نحلل دائما تحليل بول، نشوف بروتين البول، البومين المصل، وظائف كليه، وظائف كبد، ووظائف درق. يعني هذول كلهم لما بيكون في عندنا ما لقينا السبب، سبب ببساطه يعني الله بنختصر الاستقصاءات التورم، اذا كان البومين نازل معناته اما عم بيروح
ما بينتج من الكبد، يعني نقص تصنيع التشمع، او عم بيروح مع الكليه مع البول بالنيفروتيك سيندروم، امتلاز النيفروزيه، او عم بيضيع بالامعاء، ما بيمتصها تمتص الامعاء مثل اسواء الامتصاص. اذا كان الالبومين طبيعي معناتها المشكله ما يحسب الالبومين، ممكن تكون احساب الزرق، قصور درق ممكن احيانا يصير فيها نوزمات، بعض الادويه مثل الامنودبين ممكن تسبب لنا يعني وزمات، ممكن قصور كليه ايضا يعطينا وزمات، مع الجي بي بيكون نورمال. طيب ننتقل لحالة جديدة، 56 سنة، سوابق ضغط وشحوم، وقصة عائلية لإسكيميك هارت ديسيز، صار عنده غشي مفاجئ، غاب عن الوعي 30 ثانية بعدين استعاد وعيه. هي أول مرة ما في عنده أي أعراض بادرية، ما في عنده أي مرض حالي، بالفحص كان طبيعي يعني، بس عنده غشي فقط، علاماته الحيوية يعني ضغطه كان شوي عالي. بالنسبة للغشي لازم ناخذ قصة سريرية مفصلة، لازم نفهم هل هو غشي فعلا، هل هو انخفاض ضغط، هل هو نفسي المنشأ، نفحص المريض بشكل جيد عشان ننفي الأسباب القلبية، بالفحص نعمل تخطيط قلب كهربائي. إذا أول استقصاء هو تخطيط القلب الكهربائي. كشفنا الحالة، نعمل إيكو قلب عشان ننفي أيضا مرض قلبي بنيوي. تخطيط قلب الكهربائي ممكن يطلع لنا اضطرابات نظم تسارعية أو تباطؤية، هي بتكون سبب الغشي. ما طلع معنا لا بالقصة ولا بالفحص، نطلب إيكو قلب. أحيانا إذا في مرض قلبي بنيوي مثل مثلا اعتلال عضلي قلبية ضخامي، ممكن يكون مثلا شيء مسبب مثلا نقص تروية، يعني في عندنا بالإيكو القلب واضح مرض صمامي. إذا كان مترافق مع بطء قلب فهون ممكن يعني نزرع ناظم غطاء، إذا مترافق مع تسرع قلب لازم نعمل إلكتروفيزيولوجي، دراسة فيزيولوجية القلب، وبنزرع الانتراكاردياك ديفيبريتر نازع الرجفان. إذا ما في مرض قلبي بنيوي في اختبار اسمه اختبار الطاولة، طبعا غير يعني دقيق لكن بنعمله كثير، بنربط المريض على طاولة، طبعا نربطه لأنه راح يجوز يقلب، وبنربطه على جهاز ضغط والمونيتور، يعني نشوف ضغطه وأكسشته، وبنوصله مع دواء وريدي لأنه ممكن يلزمنا، وبنحرك الطاولة من درجة 0 لدرجة 70. الدرجة 0 بنخليه شي 15 دقيقة، درجة 30 دقيقتين، درجة 45 دقيقتين، والدرجة 70 ممكن نخليه 45 دقيقة، وبنشوف إذا صار عنده غشي، هذا بسموه غشي يعني مرتبط بالوضعية. إذا كان غير مشخص ممكن نلجأ للهولتر، هولتر 24 ساعة عشان نكشف يكون عم بيصير عنده اضطراب نظم أثناء يعني النهار. الحالة الأخيرة هي مريض 56 سنة، عنده صوابع ضغط وسكر، مدخن شره، جاء على العيادة عنده ألم في الربلة أثناء المشي، برتاح بالتوقف عن المشي. عنده شوي ضغط عالي 150 على 90، بالفحص فيه ضعف في النبض بظهر القدم والمقبضي والزنبوبي الخلفي. إذا هي شكاية عرج متقطع، مريض العرج المتقطع نتأكد بالقصة السريرية إنه ما يكون عنده تضيق قناة شوكية، لأنه نفس الأعراض تجي يعني ممكن يكون وعائي وممكن يكون عصبي. العصبي عادة بيرتاح إذا برك، اما العرج الوعائي بيرتاح اذا وقف عن المشي. العرج العصبي ايضا لما بيماطل المريض يعني بينحني للامام بيتحسن، العرج متقطع ما بيتاثر بالانحناء للامام. اذا كنا شاكين انه السبب وعائي لازم نعمل شيء اسمه المشهر العضدي الكاحلي، بنقيس الضغط بالطرف العلوي ونقيس الضغط بالطرف السفلي. طبعا القياس بالدوبلر، الدوبلر الصوتي لظهر القدم او الزنبوب الخلفي، بناخذ اعلى قراءه الزنبوب الخلفي او ظهر القدم، هذا البسط، بنقسمه على المقام هو الضغط الانقباضي بالشريان العضدي، بالطرف الايمن او الايسر، بنختار اعلى قراءه من الطرف الايمن او الايسر. اذا بنحسب مشهر عضدي كاحلي لكل قدم على حده، اذا كان اقل من 0.9 هذا داء شرياني محيطي مثبت، لسه اذا كان تحت 0.5 هذا بسموه شديد جدا. طبعا اذا كان المشعر العضدي كاحلي طبيعي بنروح نطلب المريض يمشي وبنرجع بنعمل له اياه، ممكن يكون غير طبيعي او طبيعي بنبحث عن سبب اخر. اذا اثبتنا داء شرايين محيطيه مثبت لازم نضبط عوامل الخطوره، نوقف تدخين للمريض، نعطيه اتربستاتين، اسبرين، نضبط له السكر، نضبط الضغط الشرياني، بنسمح للمريض بالرياضه، رياضه لحديت ما المسافه اللي بيتعب فيها المريض، هي بتسمح الرياضه المشي يعني،
مثلا بيمشي هو 100 متر بعدين بصير معه وجع، بنقول له مشي 90 متر، يعني مشي الى الحد الاقل من الاعلى بحيث تزيد الترويه، بتزيد الترويه الرافده من يعني الشرايين الاخرى. اذا كان المريض عنده الم على الراحه، بلش الالم يصير على الراحه، عنده قرحه او جانجرين هي حاله اسعافيه، نقص ترويه حرجه، بدها استشاره رعائيه مشان نعمل ريفاسكولاريزيشن، اعاده التوعيه. اذا كان المريض لا عنده الم على الراحه وما عنده قرحه او جانجرين، ممكن يعني المعالجه الدوائيه بالاضافه الى ضبط عوامل الخطوره، التمارين سيبوتازول والبنتوكسيف اللي نرغم انه الايفيدنس عليهم ما قويه كثير. اذا استجاب على المعالجه الدوائيه فخلاص بنكمل بالمعالجه الدوائيه ونضبط عوامل الخطوره. اذا ما استجاب لازم نعمل كمان استشاره جراحه رعائيه من اجل اعاده الترويه. شكرا لاستماعكم.